العالم كله تابع خبر مهم جدا جدا، تصدر كل نشرات الأخبار، كل منصات التواصل الاجتماعي. أول امبارح لما أعلنت بريطانيا أن جسر بريطانيا قد سقط. جسر بريطانيا قد سقط هي الشفرة أو الكلمة السرية التي تعلن رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. رحلت عن عمر 96 سنة، كانت الملكة الأكثر شهرة في العالم، واللي جلست على العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة. هي تاني أطول مدة للبقاء على العرش في التاريخ بعد الفرنسي لويس الرابع عشر.